خلينا نقول كمان ان سمر انت دورك لا يقل اهميه عن الجندي اللي بيحارب على الحدود، انت كمان جندي بيحارب في الشارع من اجل الغلابه، نزلتي وشفتي الناس المحتاجه وحسيتي بالامهم وقررتي انك تنقلي او ترفعي هذه الالام للمسؤولين، وبالفعل كان في استجابه من يعني الجهات المسؤوله لمساعده المحتاجين. كلمينا عن المغامرات اللي قررتي انك تنزلي في الشوارع وتعمليها، مش مجرد انك صحفيه قاعده بتشتغلي من على المكتب. انا مؤخرا بقيت بحب قوي فكره ان انا اروح للناس الحالات، لان هم دول اصل شغلنا. يعني ما انت زي ما احمد كان بيقول انك بتسلطي الضوء على حد ناس مش عارفاه، وفي فعلا ناس منهم كتير مكافحين، ناس تعبانين محتاجين. انا حتى لما جالي خبر الترشح للجايزه قبل ما اعرف الفوز، انا كنت رايحه بصور اصلا موضوع مع حد يعني، فكنت في الشارع وجالي تليفون فعرفت الخبر الفوز بقى لما كنت في المكتب. القصص الانسانيه دايما بتفرق، بتحس طبعاً ان انت عايزه تنقلي مثلا حد تعبان. يعني من ضمن القصص اللي انا كنت مقدمه بيها في جايزه دبي، انا كنت في اسوان 2019 وكنت بحضر مؤتمر عادي قاعده وسط ناس، فسمعتهم بيتكلموا عن حاله طفله عندها حوالي يعني 6 سنين، فرح صورتها معانا دلوقتي، يعني تقدري تشوفيها. انا وهي فرح معانا كانت غالية على قلبي قوي. اكتشفتي قصتها ازاي؟ من احكي لنا. هو احنا كنت قاعده وسط ناس زمان وخلاص، كان فاضل على الطياره بالظبط يعني 6 ساعات تقريبا، اللي هو خلاص بقى احنا انا حضرت شنطتي وقاعدين بقى اخر كام ساعه كده وبتاع، فلقيتهم بيقولوا ده في طفله. طبعا مركز مجدي يعقوب في اسوان انا كنت ناويه اروح اصور فيه، لان هو ده ما ينفعش اروح اسوان ما ازوروش يعني. اكيد. فبيتكلموا عنها ان هي عايشه بقلب صناعي عباره عن بوكس كده فيه اسلاك، وشايلاه في شنطه على ظهرها، ما بتقلعش الشنطه حتى لو يعني لو هتنام لو هتستحمى او لو حاجه، كل حاجه سبحان الله. فانا انبهرت. هتفضل كده عايشه طول حياتها؟ هي كده. فانا قلت لهم يعني ازاي؟ ايه ده مش فاهمه. طب وصلوني بيها، قالوا لي مامتها ما بتحبش تتكلم قوي عن الحاله، ما بتقدرش وبتتاثر وبترفض تماما، وما فيش اي حد اصلا، هي ما بتكتبش على الفيسبوك اي حاجه عن بنتها، فمستحيل هتوافق تتكلم للصحاب. قلت لهم بس الدنيا هاتوا رقمها. فانا كلمتها حاولت بالراحه وبتاع، واحنا قالت لي الاول كان في بعض الرفض، انت عارفه في بعض الحساسيه شويه، اللي هو اصل الاعلام هيطلع بنتي ضعيفه وتعبانه وانا مش عايزه. قلت لها لا بنتك مش ضعيفه ومش تعبانه، هي بطله. فروحت قعدت معاهم ساعتين، قعدت اصور معاهم في البيت، رحت لهم البيت في اسوان وبتاع. ففرح حتى على يعني على المستوى الشخصي بعد كده. احنا انا عايزه اقول لك اول ما عرفت خبر فوز الجائزه بعدها ب 10 دقايق والده فرح كلمتني. طبعا هي فرح دلوقتي في الجنه يعني ربنا يرحمها حبيبتي. فانا كان نفسي تكون معايا بس انا بحزن. توفت امتى؟ اتوفت في اخر 2019. انت كنت عارفه يعني تابعتي الوفاه وقتها؟ انا بقول لك اسرتها على طول بكلمها يعني والدتها. كان عندها كام سنه ما توفت؟ فرح حوالي كانت لسه ما تمتش 7 سنين يعني، كانت ما في 6 سنين. ملاك في الجنه ربنا يرحمها ويصبر والدتها. كانت بنتي جميله قوي، ما والدتها حتى كلمتني باركت لي على الفوز، فانا حتى بهدي الفوز بيها. انا حتى لما رحت مركز مجدي يعقوب في اسوان حقيقي كل القصص يعني دي القصه اللي تم اختيارها لاعطائك الجائزه عنها. هم مش بيقولوا بالظبط بس انا قدمت بدي، وكان في قصه ثانيه انسانيه لو تفتكري الانفجار بتاع معهد الاورام اللي كان حصل في اغسطس 2019. أيوة طبعًا. كان في صوره شهيره للست كده قاعده على الرصيف وخايفه وحاضنه ابنها. الست دي ساعتها اللي هو اصلا كانت احنا بقيت وبحاول عايزه اوصل لها، عايزين نعمل معاها حوار، فكنت الحمد لله اول حد وصل ليها وعملت معاها حوار وكده. كانت يعني طفل عندها طفل صغير بيتعالج وحصل الانفجار، فكان الموضوع برده. من غير كده انا بحاول انزل للقصص اللي هي بيبقى دايما الناس محتاجه مساعدات، بنحاول نجيب لها مساعدات من بصراحه ربنا يعني مجلس الوزراء على طول بيتكفل باي حاله، او وزاره التضامن، فهم متابعين. يكون فعلا في استجابه سريعه، ده حقيقي. واحنا يعني لامسين الاداء ده يعني على الارض فعلا يعني بيحصل فعلا.